مرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، فيها تتابعون. مصدر أونلاين: موظفو البنك الأهلي في عدن يخمدون حريقا نشب في مكاتبهم. مذيعة يمنية تروي قصة استيلاء مسلحين على منزلها لمدة عامين، كانوا يبلغوننا أنه مدمر وعند عودتنا وجدناهم يعيشون فيه ويرفضون الخروج. وزير الصناعة والتجارة يقول للشرق الأوسط: اتفاق يمني دولي بتخصيص نصف مليار دولار لتسهيل استيراد الغذاء والدواء. ومن موقع هاف بوست: الرئيس ترامب يحضر حفل زفاف مواطن أمريكي من غير دعوة. رغم الحديث عن تأمين طريق العبر إلى أن عنوانا بارزا في موقع بوست نقل عكس ذلك. جاء في الموقع: مصرع 5 أطفال من عائلة واحدة في طريق العبر بعد التقطع لهم من قبل عصابة مسلحة، حيث أفاد شهود عيان أن الضحايا لقوا حتفهم على طريق العبر الرابط بين المملكة العربية السعودية واليمن جراء عملية تقطع من قبل عصابة مسلحة مجهولة مساء الاثنين. ونقل مراسل موقع بوست عن شهود عيان: عائلة مكونة من 5 أطفال وأب وأم تعرضوا لعملية تقطع أثناء سفرهم نحو مدينة عدن في خط العبر من قبل عصابة مسلحة حاولت نهب ما بحوزتهم. ويضيف الموقع: أفراد العصابة طلبوا من رب الأسرة التوقف لكنه رفض، فأطلقوا عليه وابلا من الرصاص نتج عنه وفاة أولاده 5، فيما جرى نقل الوالدين إلى العناية المركزة في مشفى محلي. يتابع موقع بوست: تنشط جرائم التقطع في خط العبر بشكل واسع، وطالب ناشطون الحكومة مؤخرا بالتصدي لتلك العصابات وبحماية الخط من العصابات المنتشرة هناك. موقع مصدر أونلاين يأتينا بعنوان من العاصمة المؤقتة عدن: موظفو بنك في عدن يخمدون نار نشبت في مقر عملهم. علق الموقع: نشب حريق محدود في مبنى البنك الأهلي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن قبل أن يخمده الموظفون وعناصر من قوات الدفاع المدني في وقت متأخر من مساء الاثنين. قال الموظفون في البنك المصدر أونلاين إن عددا من زملائهم تعرضوا لحروق طفيفة وهم يحاولون إخماد الحريق، فيما التهمت النيران أوراق ومستندات مهمة في جزء من مكاتب الإدارة العامة. الأوراق المالية، أضافوا، الأوراق المالية في مأمن، وأن النيران التهمت الطوابق العليا من مبنى المصرف واستمرت في الاشتعال والانتشار حوالي ساعة كاملة قبل أن تأتي سيارة الإطفاء. وأوضحت إدارة المصرف أن سبب الحريق يعود لمشاكل في شبكة الكهرباء أدت إلى حصول ماس لمكيف بإحدى المكاتب الإدارية. تحولات عربية تحت هذا العنوان كتب التونسي محمد المعالج مقاله المنشور في العربي الجديد، وقال في أجزاء من المقالة: تحولات مصطلح على تسميته الربيع العربي معطيات كانت خافتة أو مستثرة، فضلا عن إماطتها اللثامة عن حقائق عديدة لا تقبل التشكيك ولا الإنكار، علاوة عن الحروب المستعرة في دول عربية عديدة على غرار سوريا واليمن والعراق. بدأت اللعبة واضحة للعيان بحكم أنها لا تحتمل تفسيرا إضافيا. لا أحد يستجيب لمطالب الشباب الذي مثل وقود الثورات، لكنه لم يجني سوى الويلات والوعود الزائفة. فالمشاريع التي كان بالإمكان الانطلاق في إنجازها لم ترى النور، بل تم التخلي عن العديد من الأفكار المبدعة. فشلت الحكومات المتعاقبة على دول الربيع العربي في تحقيق المراد بشتى الطرق، فهي لم تتعظ من أخطاء سابقاتها بل كررتها، كما لم تحاول مراجعة السياسات الفاشلة والعقيمة لتكرسها من جديد في انتظار أن تأتي بالجديد. من الغباء أن تترقب حكومة هشة نتيجة مغايرة في ظل انتهاجها السياسات ذاتها، لا سيما وأن هذه السياسات باءت بالفشل وقوبلت بالرفض. يرى محللون أن الأجواء السائدة في بلدان الربيع العربي بمثابة القنابل الموقوتة القابلة للانفجار في أي لحظة، بالنظر إلى حالة الغليان التي يعيش الشعب على واقعها وتوسع رقعة الاحتجاجات في عدة مناطق. ضاق طيف واسع من الشعوب العربية، وخصوصا منها الفئات المهمشة والمسحوقة،
ذرعا بكل أشكال التراخي والاستهتار التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة على دول الربيع العربي، ما ساهم في صعود تيارات دخيلة عن مجتمعاتنا المسالمة والتي تنبذ العنف مهما كان منبعه، فالردع بات ضروريا حتى تعود هيبة الدولة إلى سالف عهدها. إلى موقع المشاهد نت الذي عنون بخصوص جزء مما يتعرض له الصحفيون اليمنيون، وعنوان: نقابة الصحفيين تطالب الحكومة بسرعة صرف مستحقات الصحفيين المفصولين في الوكالة. قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إنها تلقت بلاغا من 38 صحفيا في وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فصلتهم جماعة الحوثي عام 2015 يشكون من مماطلة الحكومة الشرعية في صرف رواتبهم رغم حصولهم على 3 توجيهات من الحكومة بصرفها لكنها لم تنفذ بعد. تدين نقابة الصحفيين التصرفات غير المسؤولة تجاه الصحفيين الذين يعانون ويلات التشرد، معبرة عن أسفها لمماطلة الحكومة في دفع الرواتب. تطالب النقابة رئيس الوزراء دكتور أحمد بن دغر بسرعة صرف كافة المستحقات للصحفيين وبالتحقيق في عملية عرقلة تنفيذ توجيهاته السابقة والتعامل بجدية في قضايا الصحافة والصحفيين. قال موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني أن متقاعدي صنعاء يهددون بالتصعيد بعد قطع الإنقلابيين مرتباتهم. قال الموقع: طالبت نقابة وجمعية المتقاعدين المدنيين في صنعاء الخاضعة لسيطرة الإنقلاب بصرف معاشات المتقاعدين عن الشهور السبعة الماضية، واتهمت النقابة في بيان صادر عنها وزارة المالية والبنك المركزي في حكومة الإنقلاب، اتهمتها بالسطو والقرصنة على حسابات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وبعدم الاستجابة للمطالبات المتكررة في صرف مستحقات المتقاعدين. وذكر بيان حصل عليه سبتمبر نت أن الميليشيا تواصل سطوها على رواتب المتقاعدين رغم ما يعانيه بعض المتقاعدين من أمراض مزمنة وخطيرة، وهددت النقابة بالتصعيد عبر الاحتجاجات السلمية ورفع الدعاوي وأيضا دعوى قضائية محليا ودوليا، وبإبلاغ اتحاد المتقاعدين العرب واتحاد المتقاعدين الدوليين وكل المنظمات الدولية. اللبناني إلياس خوري يكتب في صحيفة القدس العربي عن زمن الهزيمة ويضيف في جزء من المقال: بريطانيا وفرنسا مشغولتان بالانتخابات. في بريطانيا اكتشف الناخبون أنهم يعيشون في زمن بلا زعامة، أما في فرنسا فإن عليهم اختراع زعامة ولو من الركام. وفي لبنان تسعى الزعامات المتداعية إلى سن قانون انتخابي مصنوع على قياسها يحول الانتخابات إلى ما يشبه التعيين. أما في بقية أنحاء المشرق العربي فلا زعامات ولا انتخابات، بل قرع طبول يرقص على إيقاعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رقصة النهب الأخيرة لثروات الخليج العربي قبل أن تتلاشى الثروة في العدم. الساحات الأخرى أقفلت بالدم. العراق يتخبط في دماء الموصل ومآسي الناس وهول الخراب الذي لم يعد يعني شيئا لأحد. كأن الموتى العشوائي صار تقليدا مكررا لا دلالة له. سوريا مثقلة بالحرب الوحشية التي أخرجت الشعب السوري من الحلبة وحولت سوريا إلى عنوان زمن اللامبالاة وإدارة التوحش. مصر مقفلة بالانقلاب الذي قتل روح ثورة يناير وحول ميدان التحرير إلى ذاكرة غائمة في ضباب الخوف. لبنان الذي كان في الماضي القريب يضج باحتمالة التغيير ومكان الأسئلة وحاضنة الأفق الفلسطيني، أقفلته زعامات الطوائف التي استبدلت الاستبداد المخابرات السوري باستبداد نظام الحرب الأهلية. الحرب خسرها العرب في السياسة، والبترول أفلت من أيديهم التي بالكاد لامسته قبل أن يتخذ مسارا آخر ويحول أرض العرب إلى ملعب للموت والقيم الظلامية. واليوم يبدو المشرق العربي في لعنة العلاقة بين النفط والدم. أحمر الدم وأسود النفط يمتزجان في حلبة تجر المنطقة خلف عربة الموت. هل ترتسم اليوم العلامة الأخيرة للعتمة؟ سماء العرب مقفلة بسحاب النفط الذي يبتلع النجوم. لن نجد نجمة واحدة قبل أن ينتهي هذا السحاب الأسود، ونهايته لن تكون أقل إيلاما من بدايته. موقع عدن الغد يأتينا بقصة عن مذيعة تركت منزلها في المدينة أثناء الحرب، وعندما عادت اكتشفت أنه أصبح منزلا لآخرين.
قد دار بينها وبين المقتحمين حوار أورده الموقع وقالت المذيعة في تلفزيون اليمن الشهيرة شهيرة الرشيدي. بعد عامين ونصف من بداية الحرب بالأمس استلمت شقتي من مقتحميها الذين سيطروا عليها منذ بداية الحرب إلى صباح الأمس. في البداية وقبل عامين منذ تحرير عدن كنت أتواصل مع الجيران هاتفيا، يبلغونني أنهم يقولون بيتنا تدمر وليس لدينا مأوى انتظري، وشهر وراء شهر أمس الأول فقط اتضحت القصة كما تقول شهيرة أن المقتحمين لن يغادروا الشقة وأنها ملك لهم بحجة أن مالكتها موالية للحوثي وهم لن يسمحوا بعودة الحوثيين. بعدها لجأت الرشيدي إلى الجهات المختصة، وحين حضرت الشرطة خرج ثلاث شبان معصوبو الرؤوس من الشقة يحملون البنادق وطلبوا إثبات أنها شقتها فأطلعناهم على الوثائق. وقالت شهيرة من خلال ما حدث معي: تأكدت إنه إذا أراد أحدهم سرقتك اتهمك بالتخوين وجردك من هويتك، وبعد انتهاء الحرب وارتقاء أرواح الشهداء يخرج المتفيدون ليستعرضوا بطولاتهم الوهمية. في فقرتنا قصة وصورة نطالع ما جاء في موقع ارفع صوتك، والذي نشر صورة لصالح ناصر وهو مسن يمني تجاوز السبعينات من عمره، يقول لموقع ارفع صوتك: أعمل هنا برصيف شارع فرعي وسط العاصمة اليمنية صنعاء، في كتابة لأي نصوص، أسماء، آيات من القرآن الكريم، دعاوى قضائية للمواطنين بالخط العربي منذ عشرات السنين. مضيفا: لكن بسبب الأوضاع المعيشية المتردية حاليا في اليمن أتمنى فقط الموت. وقبل قراءة الصحافة العربية نذهب إلى فاصل فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. إلى صحيفة الحياة اللندنية والتي نقلت عن وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر تأكيده على أن الميليشيا فجرت أكثر من 300 مسجد ومركز لتحفيظ القرآن في اليمن منذ انقلابها على السلطة الشرعية، وجاء ذلك خلال مشاركته في الندوة الإقليمية حول الخطاب الحقوقي في مواجهة التطرف والغلو الديني، والذي أوضح فيه أيضا أن ميليشيا الحوثي اعتقلت وقتلت أكثر من 600 مرشد ديني. قال عسكر: الميليشيا مارست جميع أنواع الانتهاكات ضد اليمنيين من القتل والاعتقال والتعذيب وإغلاق الصحف والمواقع الإخبارية وحصار المدن، بالإضافة إلى استهداف السكان الآمنين بمختلف أنواع الأسلحة. كشف محمد الميتمي وزير الصناعة والتجارة عن اتفاق يمني مع أطراف إقليمية ودولية بتخصيص نصف مليار دولار كضمانة تسهيلات تجارية تقوم بتمويلها مؤسسات دولية لتسهيل استيراد الغذاء والدواء. وقال الميتمي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط: إن نقاشات الحكومة اليمنية مع أطراف إقليمية ودولية أثمرت عن اتفاق بتخصيص نصف مليار دولار كضمانة، بحيث يستطيع القطاع الخاص اليمني استيراد الغذاء والدواء وتوفير احتياجات للسكان في أسرع وقت ممكن. أضاف: إن اليمن يواجه نقصا شديدا في الغذاء والدواء بسبب الحرب، وسوف تنضب إذا لم يتم الاستيراد، وقد وضعت مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليمن في درجة المخاطر بسبب هذه الحرب. تابع الوزير: أصبح من الصعب على رجال الأعمال والمؤسسات المصرفية اليمنية مواصلة أدائها مع شبكة المصارف العالمية وتحويل الأموال أو الحصول على ضمانات المصرفية، ما يصعب مع استيراد الغذاء والدواء. إلى صحيفة الاتحاد: قالت الصحيفة بأن تحالف القوات البحرية المشتركة الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية ودولا أخرى أعلن تعزيز انتشاره قبالة السواحل اليمنية بعد هجمات طالت مؤخرا سفنا تجارية. قال التحالف في بيان: إن الهجمات الأخيرة ضد سفن تجارية في خليج عدن وباب المندب تظهر أن مخاطر النقل في هذه المياه لا تزال موجودة. أضاف التحالف، والذي يضم 31 دولة: إن مواجهة هذه التهديدات ستعزز من وجود القوات البحرية المشتركة غرب ميناء عدن.
خطة ترامب السرية لهزيمة داعش تشبه كثيراً خطة أوباما. تحت هذا العنوان كتب براين ماكيون في فورين بوليسي وقال في أجزاء من المقالة: هل تتذكرون خطة المرشح الرئاسي دونالد ترامب لهزيمة الدولة الإسلامية؟ وتبجحه بأنه يعرف أكثر مما يعرف الجنرالات عن داعش، ملمحاً إلى أنه سوف يقوم باستبدالهم عندما يصبح في المنصب. ثمة المزيد من خطاب الحملة الانتخابية والذي يتحطم الآن على صخور الواقع، فقد أعادت إدارة ترامب مؤخراً إقرار نفس العناصر الرئيسية لخطة الرئيس السابق باراك أوباما لمحاربة داعش، وقرر ترامب أن جنرالات أوباما لم يكونوا سيئين أيضاً. في 19 من أيار مايو، اليوم الذي انشغلت فيه واشنطن تماماً بالتطورات الأخيرة للفضائح التي تلف البيت الأبيض، أعلنت وزارة الدفاع أنه سيعاد تعيين رئيس ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة جنرال البحرية جوزيف دونفورد وجنرال سلاح الجو باول سيلفا على التوالي لولاية جديدة، كما أن القادة الذين يقودون الحملات العسكرية في أفغانستان والعراق وشمال أفريقيا وسوريا، وهي كلها أماكن يتمتع فيها داعش بوجود قوي، سيظلون أيضاً في مناصبهم. من الواضح أن نهج أوباما القائم على العمل مع ومن خلال الشركاء في العراق وسوريا يستمر، وكذلك تفعل حملة الضربات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة وقوات التحالف والغارات المستهدفة، إلى جانب تسليح وتدريب الشركاء المحليين وتقديم المشورة إليهم واستخدام عدد صغير نسبياً من القوات الأمريكية على الأرض، كما أن الأهداف الجوهرية تبقى كما هي: الاستيلاء على المركزين المتبقيين لما تدعى الخلافة، الموصل في العراق والرقة في سوريا، ومكافحة عناصر داعش في جنوب سوريا ووادي الفرات، كما استنتج أوباما سابقاً وكما يعترف فريق ترامب الآن. على ما يبدو فإن النهج الحالي هو الأكثر قابلية للاستدامة. من المهم ملاحظة أن قرار ترامب منح تفويض لآخرين لا يعني تغييراً في ممارسات الاستهداف. هل ستكفي 10 ملايين دولار لحل أضخم عملية سرقة في التاريخ فن؟ هكذا تساءلت شبكة السي إن إن. قالت: في عام 90 دخل سارقان يتنكران بزي الشرطة إلى متحف في مدينة بوسطن الأمريكية، وبعد أن قيدا عناصر الأمن في المتحف قاما بسرقة 13 قطعة فنية لا تقدر بثمن بمدة لا تتجاوز 90 دقيقة. قيمة الأعمال المسروقة تتراوح بين 300 و500 مليون دولار، ما يجعل هذه الحادثة أضخم عملية سرقة في تاريخ الفن منذ سرقة لوحة الموناليزا لدافينشي في متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باري. المتحف عرض حينها 5 ملايين دولار مكافأة للشخص الذي يعيد المسروقات، لكن دون جدوى، خصوصا بعدما أجمعت الكثير من النظريات على أن عملية السرقة تمت بالتنسيق مع جهة إجرامية أخطر من السارقين المتنكرين. وبعد أكثر من 27 سنة من الانتظار بدون طائل، قرر المتحف مضاعفة المكافأة لمن يعيد الأعمال المسروقة لتصبح 10 ملايين دولار، شرط إعادة الأعمال قبل نهاية العام الحالي. الحياة على كواكب أخرى غير الأرض ستكون ممكنة قريبا، كما قال الباحث الفلكي البريطاني كريس إمبي، ونقلت تصريحه صحيفة القدس العربي. قالت: توقع الباحث العثور على حياة في كواكب مع تسارع التطورات التقنية في علم الفلك، أوضح إمبي خلال مقابلة مع موقع فيوتشرزم العلمي. إنه بعد أقل من عقدين من الزمان ستكون هناك حياة خارج كوكب الأرض، لكن ليست كما نتمنى، أي لا تشبه تلك الموجودة على كوكبنا. أضاف: نحن ننفق أموالا لتعقب وجود الميكروبات من 10 إلى 15 عاما، لكن الأمر بالطبع لا يمتد إلى كل أشكال الحياة الأخرى الأكثر تعقيدا. ولا يستبعد الباحث البريطاني إمكانية وجود الحياة على سطح المريخ، لكن أشكال الحياة هناك تحت سطح التربة الأمر الذي سيصعب معه العثور عليها. إلى موقع هاف بوست علق
حول موضوع الرئيس ترامب والذي يحضر حفل زفاف لمواطن أمريكي من غير دعوة. قال الموقع: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حضر زفاف لمواطن أمريكي من غير دعوة فجأة إلى حفل زفاف العروسين كريستين بياتكوفسكي وتاكر جلادل ليلة السبت في نادي ترامب الوطني للغولف في ولاية نيوجيرسي، وفقا لما أوردته محطة CNN الأمريكية وبحسب ما نقلته النسخة الأمريكية لهاف بوست في مقطع حصلت عليه المحطة وشاركته الصحيفة الصحفية السياسية أشلي كيلو. يظهر الرئيس الأمريكي فيه مشيرا إلى من وصفها بالعروس الجميلة وهو يقبلها على وجنتها. وقالت أشلي في تغريدة لها أن ترامب حضر فجأة إلى حفل الزفاف في بيدمنستر لتبدأ الحشود في الهتاف باسم الولايات المتحدة الأمريكية. وقال مصدر لمحطة CNN أن الضيوف لم يكونوا على علم بأن ترامب سيزورهم حتى دخل الحرس الرئاسي الخاص للقاعة لقاعة الاحتفال قبل دقائق من وصوله، وتساءل الرئيس عن اسمي العروسين ثم وقع على قبعات تحمل شعار فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا للضيوف. وكالتا رويترز وAFP نشرتا صورا تلخص أحداث الأسبوع الماضي وما فيه من أحداث بالإضافة إلى بعض الصور ذات الزوايا المدهشة، ننقلها لكم عبر جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع سويا. مشاهدينا إلى الكاريكاتير، مشاهدة ممتعة وحتى ألقاكم في أمان الله وحفظه.